اليوم باش نشارك في مسابقة بودكاست عربية الدورة العشرة. وفي الفيديو هذا جيت نحكي لكم على المجتمع الجزائري. بصح قبل ما نحكي على المجتمع الجزائري لازمنا نحكيوا على الجزائر. وش هي الجزائر؟ الجزائر هي دولة إفريقية يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب تحدها النيجر والمالي، ومن الشرق تحدها تونس وليبيا، ومن الغرب تحدها المغرب وموريتانيا. عدد سكان الجزائر في 2016 بلغ أكثر من 40 مليون نسمة. ومساحة الجزائر هي 2,381,741. نرجعوا للسوجي تاعنا واللي هو الشعب الجزائري. وشعب الجزائري هذا تاعنا شعب متميز بزاف، عنده واحد الحوايج يديرهم ما يديرهمش عالم الاخر. دراري صغار في الدول المتقدمه واش دير لما يماهم؟ كي تقلق منه ويدير حاجه تعاقبه انه دخل في الشومبره وتقول له راك محبوس في الشومبره. اما الجزائري الى عقبته يما ودخلت له الشومبره راح يدير كيما هاك. فوالا هذا ما خلاتوش المو يهبط غلقت عليه الباب. هابط على البالكون. فوالا 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 واش دار في دار الجيري هلا بيد الليل هلا اوكي خدم بعشيدي. الله فوالا اغلق الباب نتاع على روحك. بون نطلعوا من الدراري الصغار نروحوا لجونس. ولا جونس في الدول المتقدمه تلقى كي يلعب مع خوه يلعب معاه كيما هكذا. بنت زير كي يلعب مع خوه يلعب معاه كيما هكا. عند لا جوناس تاعنا واللي هي فوتبول. في الدول المتقدمه كي يلعب الفوتبول يلعبها هكا. اش فوتس يا بوي باش تعمل مردا ما لو كذا فوزي من توش كوشتي جو ما في بلادنا يلعبها هكا. البنات في الدول المتقدمة كي دير مكياج دير شوية مكياج وتخرج. أما هنا في الجزائر مكياج يدير شوية طفلة. بلا ما ننسوا الشيوخة، الشيوخة في البلدان المتقدمة تلقاها يلعب هكذا. اما في بلادنا شيوخه انا غنبغيك امريا ولا غنبغيك اللي تحوت عليها نشريها لك طوموبيل اللي تحوت عليها نشريها لك اللي تحوت عليها نشريها لك كل حاجه نشريها لك ما نقبلكش. اما من طوموبيل انت يا عمري جد مالي مال كبير. بون ننتقلوا من اناس للحاله الاجتماعيه. الدول المتقدمة يقرأوا القراية بالطابلات وبالميكرو. أما في الجزائر هاي ليك القراية. شجرة تخدم شجرة معليش وانت خدم تاكسي صوت تاكسي فرود ما وانت انت في حالة طيارة سوق الطيارة تبكي سوق الطيارة معليش تحرز ما تبكيش خي ماما بصابتي. وانت واش تخدم؟ واش تخدم؟ نخدم لازم الانسان ينفس على روحه. وين ينفس على روحه؟ في حدائق التسليه. حدائق التسليه في الدول الغربيه يخسروا عليها دراهم كحله. When the rotation starts. اما في الجزائر تلاش كوردا وبوطو تاتريسي. من لعب في هاد الحوايج اكيد راح يدير ضغط طفل صغير، وكي يدير ضغط طفل صغير وين يروح؟ يروح للسبيطار، وكي يروح للسبيطار نلقاو الطبه.
برامج تلفزيونيه. البرامج التلفزيونيه في دول الغرب كما الكاميرا كاشي يحتاجوا بزاف ماتريال وبزاف درون باش يديروا كاميرا كاشي. اما في بلادنا ما تحتاج والو، تحتاج غير كرتونه وتليفون. إشارات في الدول المتقدمة تلقاها كيما هكا. A pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. أما في بلادنا هاك لازم تعرف اللي مدلو بنتي يكون راجل أصيل وذواق. هادي قهوة عربيلا. كيفاش عرفت باللي هذه القهوة قهوة عربيلا؟ دارك تحوس على واحد دوا، راني نشرب غير قهوة عربيلا. زيد على هذا مدارين طنبولة تربح لكليو كات. طنبولة كليو كات كيفاش تقدروا نشاركوا؟ وفلافة تاع الفيديو واش نقولكم، ان شاء الله يكون الفيديو تاعي كان خفيف ظريف عليكم. نخليكم مع المقاطع اللي تبين ابداعات الجزائري. سلام. It's Construct Productions. Hey.